السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي قناه حنا ضيف. اليوم غادي نقوموا بتحضير وصفه الكرعين بالحمص او ما يسمى بالهرقمه في بعض المناطق. هنايا عندي الكرعين ديال البقري او العجل، من الافضل حيت كيكون بحال هكا سهل في الطياب، مقطع طريفات صغار. يطلبوا هذه العمليه من الجزار، انا فاش يعطيه لكم هكا مقطع طريفات باش كتسهل لكم العمليه. ندوزوا مباشره دابا في تحضير الوصفه، وحنايا في نفس الوقت كنتعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجو. هنايا في الطنجره، اي طنجره كما كانت عندكم، غادي ندير، درت الزيت ديال المائده، غادي ندير شويه ديال الثومه مقطع طريفات صغار. هنا عندي بصلة محكوكة، وبصلة كذلك اللي هي مقطعة طريفات صغار. غادي نشحروهم هكا شوية في الزيت. البصلة علاش قسمناها على هكا نص، قطعناها طريفات صغار، وعفوا قطعناها شوية طريفات كبار باش يبقاو لينا مازال باينين، والنص الآخر حكيتو في الحكاكة الغليظة باش يعطينا هذيك المرقة اللي هي شيئا ما خطرة. دابا غادي نحطو طريفات ديال الكرعين، غادي نبدا نقلب هكا شويه، واحد تقريبا 5 دقائق البصله مع هاد الطرفه ديال الكرعين ديال العجل اولا البقري. دابا غادي نضيفو في الحمص اللي مرقد اولا اللي خليته بايت ليله كامله. الا ما كانش عندكم الحمص مرقد ليله كامله او لا نسيتو، فتقدروا طيبوه نص طيبه ربحا للوقت. دابا غادي نضيفو في العطريه اللي هي الخرقوم البلدي، القرفه، البزار، التحميره، الملحه وسكنجبير. وغادي نضيفو في الماء، الجهد اللي غادي يغطي لينا هذا الحمص باش الحمص كما قلت انه يطيب، وكذلك هذا الطرفه ديال الكرعين. نحاولوا نخلطوا هكا مزيان باش هذيك العطريه اللي درنا تهبط. دابا غادي نغطيو عليه مزيان، غادي نخليوه يطيب لمده ديال نص ساعه تقريبا، ونعاودو نرجعو لكم من بعد. هنايا كنت كنصور وطفات ليا الكاميرا، فملي طابت الهرقمه اولا الكرعين ديال العجل، انا هنايا زدت الربع قزبور ومعدنوس، وغادي نضيف كذلك مركز الطماطم اولا الطوماط كونسونطري، زدت عليها شويه ديال الماء باش ينسجم ليا مع العناصر كاملها. غادي نخليها انه يطيب واحد 10 دقائق تقريبا هكاك، تعقد ليا مزيان المرقه، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا التقديم كيفاش غادي يكون. غادي نغطيو عليها غير هكا بلا ما نسدوها كما كنديروا الا غادي نطيبوا العدس او اللوبيا. بعد ما طاب الطبق ديال الهرقمه اولا الكرعين ديال البقري مع الحمص، فكنقدموا على هذا الشكل في طبق ديال التقديم عائلي. نتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها. عطوني رايكم في التعليق، ونقول لكم تهلاو فراسكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.